جدد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز في مؤتمر صحفي عقب خسارة الملكي أمام الغريم التقليدي برشلونة في الكلاسيكو الإسباني على البرنابيو، وبالأربعة ثقته ومساندته لمدرب الفريق رافائيل بينيتيز بعد تعالي أصوات مطالبة بإقالته. لن أقول لكم ما قلته لبينيتيز، لكنني وعلى الملأ أجدد الثقة به، فهو يعمل بشكل جيد، لكن الخسارة شكلت ضغطا على بعض اللاعبين الذين لم يفهموا بأن هذا ريال مدريد.